نتكلم برضو عن واحدة اكتر منها بقى مصرية بقى المرة دي، هي مريم المصرية. اللي رولنا السيرة بتاع مريم المصرية قص كاهن اسمه زوسيمة من القديسين ايضا، كان راهب في احد اديرة فلسطين في القرن الرابع، وعاش في احد الاديرة 53 سنة. وبعدين بعد ال 53 سنة بدأت افكار العظمة تحاربه. 53 سنة، والله الذي لا يشاء ان يهلك احد بعث له راهب تقتاده الى دير قرب نهر الاردن، وقال له هنا تمضي بقية ايام حياتك. الدير ده الرهبان بتوعه كانوا نساك من المساك الجبابرة. وكان هذا الدير قريبا من البرية التي امضى فيها المسيح 40 يوما واربعين ليلة صائما وجرب فيها من ابليس. كانت عادة الرهبان ده، رهبان الدير ده، انه يمضوا فترة الاربعين المقدسة هائمين على وجوههم في البرية، ولا يعودوا الى الدير الا يوم احد الشعانين، يتناولوا الاسرار المقدسة بعد قداس الحد الاول من الصوم، وبعد كده يطلعوا يهيموا على وجوههم في البرية. وطبعا القس زوسيمة عمل زيهم. وقبل ما ينتهي فترة الصوم وهو في طريق عودته للدير بتاعه، ابصر شبح، فظنوا في بادئ الامر انه شيطان رسم عليه بعلامة الصليب، لكنه تحقق بعد ذلك انه انسان. بري رغم شيخوخته زوسيمة نحو هذا الانسان، لكنه كان بيجري منه، وبقى يصرخ يقول له اقف من اجل المسيح تقف. فتوقف هذا الشبح وراح سقط في حفرة في الارض، ونادت الاب زوسيمة باسمه، قالت له انا امرأة، اذا اردت انك انت تشوفني ارمي العباية بتاعتك لتستر جسدي. فتعجب زوسيمة لانها نادته باسمه، وترك لها الرداء فوضعته على جسدها. قالت له بارك لي، لانه كان كاهن، وزاد تعجبه ان عرفت ان هو كاهن مش بس اسمه. وطلب هو منها ان تباركه وتصلي عنه. قال لها من اجل المسيح، يعني قولي لي حكايتك، وانت جيت المكان ده ازاي وجيتي ليه، وازاي قدرتي تقعدي في البريه المحشة المخيفه دي وكم سنه ليكي. بدأت تعترف بخطاياها، وقالت له لا تفزع من خطاياي البشعة، بل فيما انت تسمعني ما تبطلش صلاة من اجلي. وبدأت تروي قصتها. قالت له انا مصرية من اسكندرية، ومنذ سن 12 سنة وانا تلوثت بالخطية من تأثير الشر الذي كان سائدا في ذلك الوقت. ابوها كان عايش. قالت له ما كان يمنعني من ارتكاب الخطية الفعلية الا الخوف المقترن بالاحترام لوالدي، لكن ما لبث ان مات ابوها ولحقته امها، وخل الجو ليها وانحدرت الى مهاوي الخطية الجسدية الدنسة، وقعدت في الخطية 17 سنة. وطبعا لم يكن هذا عن حاجة الا لاشباع شهوات جسدها. وفي يوم من الايام في الصيف رأت في المينا بتاع الاسكندرية شبان كتير من ليبيا ومن مصر متجهين لأورشليم عشان يحضروا عيد الصليب، وقالت دي فرصة. فرصة لايه؟ تروح تاخد بركة من الصليب؟ لا، فرصة للخطية مع الشبان دول. ما معهاش أجرة المركب، انما قالت في ممكن اللي يدفع لها، ونظرت فيما كانت تتكلم الى الاب زوسيمة بخجل، وقالت له انظر يا ابي قسوتي،
انظر عاري، فقد كان الغرض من سفري هو اهلاك النفوس. مسافرة مخصوص عشان كده. سافرت مع زمرة من الشبان وحدث ما حدث في الطريق، واخيرا وصل الركب الى اورشليم وارتكبت شرورا كثيرة في المدينة المقدسة. اخيرا حل يوم عيد الصليب، والجموع بقى اجتمعوا ماشيين في طوابير عشان يدخلوا كنيسة القيامة، والزحام شديد. اما ذا درها تدخل الكنيسة وعند عتبة الكنيسة لقت رجليها متسمرة ما تدخلش، مش قادرة تحرك رجلها، قوة خفية تمنعها من الدخول. رجعت حولت المحاولة كذا مرة، برضو نفس الحكاية، واحست انها الوحيدة المطرودة من الكنيسة، فبدأت نفسها تصغر. الكل بيدخلوا بلا عائق ولا مانع، انا يعني ما حصلتش حد من دول. طلعت بره جنب بوابة الكنيسة في هدوء، ووصلت في تفكيرها ان اللي منعها من الدخول عدم استحقاقها بسبب فسادها، وانفجرت في البكاء. وكان في صورة للست العذراء جنبها تشفعت بها وصرخت في خزي: يا عذراء اني ادرك مدى قذارتي وعدم استحقاقي لان ادخل كنيسة الله، بل ان نفسي الدنسة لا تستطيع ان تثبت امام صورتك الطاهرة، فيا لخجلي وصغر نفسي امامك. طلبت شفاعة العذراء من كل قلبها، ووعدتها انها مش هترجع لحياتها الماضية تاني، بس اسمحي لي ان انا ادخل لينال بركة الصليب المقدس، وبعد كده انا ساودع العالم كل ملذاته. وقالت لها: ارشديني اعمل ايه. واحست فيما كانت تبكي ان طلبتها استجيبت، وجت تدخل المرة دي، دخلت بلا مانع ولا عائق، ولكنها كانت مرتعدة، سجلت الى الارض وسكبت دموعا غزيرة على خشبة الصليب المقدسة، وقبلتها واخذت تصلي دون ان تحس بالوقت. قعدت لغاية نص النهار تصلي، وطلبت في اعماقها معونة الله بشفاعة الست العذراء ان تعرف ماذا تفعل، فسمعت صوتا يقول لها: عبر الاردن، نهر الاردن، فهناك تجدين مكانا لخلاصك. مضت الليلة دي جنب الكنيسة، والصبح مشيت في طريقها قابلها راجل ادها 3 قطع من الفضة وقال لها: خذي ما اعطاك الله. كلمتين دول. توقفت عند واحد خباز اشترت 3 خبزات وقالت له: فين السكة من هنا للاردن. عبرت باب المدينة واحست انها تغيرت، ووصلت الكنيسة على اسم يوحنا المعمدان قرب نهر الاردن، وهناك اخذت تبكي وغسلت وجهها بماء النهر المقدس، ودخلت الكنيسة واعترفت بخطاياها وتناولت من الاسرار المقدسة. وعبرت الاردن وطلبت شفاعة العذراء، واخذت تسير في الصحراء القاحلة حتى وصلت للمكان اللي قابلها فيه القس زوسيمة، وكان بقالها في المكان ده 45 سنة. 45 سنة. وكان الله يعولها. سألها: عملت ايه؟ قعدت تقول له عن محاربات بتاعة الشيطان ازاي كان بيحاربها. قالت له: انا قعدت 17 سنة في نار. قعدت 17 سنة في الخطية، قدامهم 17 سنة في حروب عنيفة من جهة الجسد، وعانت من الجوع والعطش الشديدين، وربنا كان بيسندها. ومما قالته للقس يوسيما مرات كثيرة اخرى كانت تهاجمني الاف الذكريات الحسية والافكار الدنسة، وكانت تجعل في قلبي الاما شديدة، بل كانت تجري في عروقي مثل جمر مشتعل. حينئذ كنت اخر على الارض متضرعا من كل قلبي، بل كنت احيانا كثيرة ابقى على هذا الوضع اياما وليالي، يعني خطية مجسمة قدامها، الى ان يحوطني النور الالهي مثل دائرة من نار لا يستطيع المجرب ان يتعداه. وكانت العذراء معينة لي بالحقيقة في حياة التوبة،
فكانت طوال هذه المدة تقودني بيدها وتصلي من أجلي. أما خلصة الثلاث خبزات كانت بتأكل من حشائش وجذور الأشجار التي كنت أجدها في الأرض. أما عن ملابسها طبعا دابت وبقت عريانة، عايشة عريانة، الشمس حرقت جسمها والبرد بيدوب في جثتها. وقالت لي: أنا من وجه ما عبرت الأردن من 45 سنة لم أرى وجه إنسان غيرك. قالت إن الله لقنها معرفة الكتب المقدسة والمزامير، حفظها لها. ولما انتهت من كلامه انحنت أمام قس نسيمة ليباركها. وقالت له: ما تخبرش حد في قصته دي إلا بعد أن يحكي. قالت له: ارجع للدير بتاعك، وانت في اثناء الصيام اللي جاي هتبقى عيان مش هتقدر تخرج من الدير، انما يوم خميس العهد من السنة اللي جاية هاتي المناولة وتعالى لي، انا هستناك على شاطئ نهر الاردن. وفي الصوم 40 المقدس في العام التالي خرج الرهبان كعادتهم، اما جسيمة فكان مريضا بالحمى زي ما قالت له. وبعد قداس خميس العهد حمل القس يسيمة جسد المسيح ودمه الكريمين، وخد شوية بقول وبلح عشان الغلبانة، وذهب لينتظر مجيء القديس عند شاطئ النهر. انتظر طويلا، وكان يشخص نحو الصحراء، واخيرا رآها على الضفة المقابلة لنهر الاردن، رشمت بعلامة الصليب على المية ومشيت على المية. وإزاء هذه العقوبة حاول جسيمة أن يلحني أمامها، ولكنها صاحت: أيها الأب، أيها الكاهن، ماذا أنت فاعل؟ هل نسيت أنك تحمل الأسرار المقدسة؟ الأسرار المقدسة في إيديك. حينئذ تقدمت وسجدت بخشوع أمام السر المقدس وتناولت من الأسرار المقدسة، وبعد قليل رفعت يديها نحو السماء صارخة: الآن يا سيد تطلق عبدتك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. قالت له: تجيلي في العام القادم ونتقابل في المكان اللي تقابلنا فيه أول مرة. وقالت له: صليلي. ورشمت على نهر الأردن علامة الصليب وعدت على المية زي المرة الأولية واختفت من أمامه. وفي العام التالي في الموعد المحدد توجه إلى المكان اللي التقوا فيه أول مرة، ووجدها ساجدة ووجهها متجه للشرق ويداها بلا حركة ومنضمتان في جمود الموت. ركع الى جوارها وبكى كثيرا وصلى عليها صلوات التجنيز، وحتى هذه اللحظة ما كانش يعرف اسمها. لكن عندما اقترب منها ليبحث عن قرب وجهها كانت كذبة على حتة شقفة. قالت له: يا اب زوسيمة، ادفن هنا جسد مريم البائسة، عرف ان اسمها مريم، واترك للتراب جسد الخطية هذا وصلي من اجلي. واكتشف انها تنيحت في الليلة اللي تناولت فيها الاسرار المقدسة من السنة اللي قبليها. ويقال ان ذلك كانت سنة 421. وعاد زوسيمة الى ديره وهو يقول: حقا ان العشارين والخطاة والزناة سيسبقوننا الى الملكوت السماوي. وكانت مسيرتها مشجعة له أكثر على الجهاد، وتعيب لها كنيستنا في يوم 16 برموز.